الآن حاجز 20 مليون زيارة إلى حد الآن، أشرك تلاميذ المدارس والطلاب في التعرف والتفاعل مع هذا الحدث الذي أتى بدول العالم وعقولهم إلى دبي. سنتعرف إذن على عينة من هؤلاء الطلاب من خلال مدرسة حليمة السعدية في أبوظبي، والذين استغلوا رحلتهم المدرسية إلى إكسبو 2020 دبي ليحتفلوا باليوم العالمي للسعادة الذي يصادف هذا اليوم، وأيضا احتفلوا بفعاليات ليلة النصف من شعبان والتقليد المعروف بحج الليلة. كنت أتساءل لماذا أنا سعيد اليوم طلع في يوم السعادة. نعم. الزميلة نهيل موسى التقتهم في ساحات إكسبو 2020 دبي. نتابع. تحية طيبة مشاهدينا، نعود إليكم مجددا من إكسبو 2020 دبي، وأنا اليوم تحديدا في منطقة الاستدامة، يوم الأحد المصادف ليوم السعادة. ومن خلال جولتي في إكسبو التقيت بمدرسة حليمة السعدية في أبوظبي، وكان لي الشرف بالالتقاء بالأخصائية الاجتماعية صنعاء ناصر. أهلا وسهلا بك. يا هلا فيك، الشرف لي أنا. شكرا على استضافتنا اليوم، وسعيدين جدا بوجود تلفزيون دبي خلال تجوالنا في زيارة إكسبو اليوم. اليوم حبينا نشارك زوار إكسبو والمنظمين والمتطوعين فعاليات النصف ليلة شعبان القرقعان. مثل ما تشوفين طلابنا لابسين الزي التقليدي. أيضا عندنا مشاركة ثانية اللي هي مشاركة يوم السعادة اللي راح يصادف يوم الأحد، لكن بما أن اليوم هي آخر زيارة لنا في إكسبو للطلاب تحديدا، فحبيت أن الطلاب هم بنفسهم يشاركون زوار إكسبو والمنظمين والمتطوعين. وكانت عندنا بعد إهداءات بسيطة، توزيعات لمنظمين إكسبو لجهودهم الجبارة خلال هذه الفترة الستة أشهر. سعيدين جدا طبعا أن نحن في خلال هاي الفترة الزمنية الطويلة، وصراحة جدا زعلانين أن الفترة خلاص راح تنتهي. زعلانين أكثر أن طلابنا يعني ما راح يعني يستمتعون ويكملون جولاتهم بالأجنحة مثل ما بدينا من شهر أكتوبر. عشان تذي حبينا دائما أن الطلاب يكونون متواجدين في كل الفعاليات اللي صارت في الدولة خلال معرض إكسبو من شهر أكتوبر إلى شهر مارس. وإن شاء الله يا رب يعني الله يعيد علينا مثل هذه المعارض القيمة اللي تكون مفتوحة للعالم ونستضيف فيها العالم أجمع. وأهم شيء أن يكونون عيالنا وطلابنا استفادوا منها واستمتعوا فيها، لأن بالفعل حدث عالمي كبير تتمنى كل الدول أنها تستضيفه. جميل جدا. كيف لقيتوا إكسبو؟ عبرينا عن مشاعركم أول ما دخلتوا إكسبو وشفتوا هالجمال الموجود بإكسبو. رائع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مجهود جبار، لمسات رائعة في كل الأجنحة، في كل الفعاليات اللي شهدناها رغم الجائحة، لكن كان لإكسبو بصمة كبيرة في نفوسنا. شخصيا يعني جدا يعني زعلانين ان نحن ما راح نقدر نزور هذا الحدث في بلادنا مرة ثانية. يا رب ان شاء الله الله يعطينا طولة العمر وتستضيفه مرة ثانية، ويكونون عيالنا هم المنظمين هالمرة، وهم اللي واقفين في الأجنحة، وهم اللي تكون لهم بصمات كبيرة في الإكسبو. لكن إكسبو فعلا فرصة كبيرة لنا وحدث عظيم، وترك بصمة في نفوس الكل سواء الكبار أو طلابنا الصغار. لكن بالفعل يعني وايد أثر فينا، وايد زعلانين أن نحن خلاص بدأ العد التنازلي لنهاية هذا الحدث العظيم. وكلنا بنضم مشاعرنا لإلك كمان إنه إحنا رح نستفقد إكسبو، وشكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا. طبعا حابة أعرف كمان شو رأي طالبة من الطالبات بإكسبو. حبينا أن نشارك مع زوار إكسبو 2020 بقرقيعان ويوم السعادة. جميل جدا، شكرا كثير. مشرفة تعرفينا على اسمك؟ عزيزة أحمد صالح. خبرينا عن أول زيارتك لإكسبو. والله أنا أول ما دشيت عجبني، أول مرة معني أدخله. نعم. ويحوتوني العيال عشان أجي بس ما أجي، بس الحين يوم شفته عجبني. حتى بعد ما تقرر بعد باي إن شاء الله، بعد بازور إن شاء الله باي. شكرا. شكرا وأسعدنا تواجدكم معنا. شكرا جزيلا لتواجدكم. مشاهدينا وزملائي نعود إليكم إلى الاستوديو.